بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الشيخ علي الله يجزيه الخير ذكرنا بأن هذه الحياة قصيرة، وأن هذه الدار دار ممر، وأنك تأخذ من دار الممر إلى دار المقر، وأن هذا كأس كل الناس شاربه. ذكر أشياء كثيرة جدا، ولكن موضوع اليوم في دار الممر هذه، في زواج وفي نكاح. فنصل إلى كتاب النكاح من كتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، يعني موضوع شوي صغير. ومن أراد أن يرى النكاح نوع من الموت، يعني اللي فيكم شوية يعني أخذه النكاح فله ذلك، ومن منكم أن يرى أن هذه إشارات تدل على نعيم قادم بإذن الله عز وجل فليكن أيضا. قال رحمه الله، قال إمام الغزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين، ورحم طلبة العلم، ورحم محبيهم، ورحمنا معهم، آمين آمين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق والعصمة. وذكرنا أن الإمام الغزالي حينما يذكر مقدمة وكذا العلماء في المقدمة يكون هنالك إشارة إلى شيء من أثر الموضوع، يعني النكاح به العصمة. إذا دعا بهذا الدعاء أو قدم بشيء فبالنكاح عصمة، وفيما بعد يقول فإن النكاح معين على الدين نصل إليه. الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى، ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرة. متى ما حركت أنت العقل، متى ما أدرت العقل في هذا الوجود، منه أنك ترى هذه الآيات العظيمة، آيات كونية، ولكن أيضا في الإنسان وفي العلاقات أيضا الاجتماعية تتحير. سبحان الله، يعني عبد الوهاب المسير رحمه الله من المفكرين المسلمين، تفكر في قضية ما يجري في النفس من بعد غير مادي، من بعد غير مادي، وإحنا بس يعني مادة صماء. بعض المفكرين الأوروبيين تحدث عن الإنسان وكأنه إيش؟ آلة. يعني انظر، هنالك عدسة، وفي النظارات عدسة، وفي التلسكوب والمايكروسكوب هنالك عدسات، صحيح؟ وتحدث عن المفاصل زي الزنبرك، وتحدث عن القلب كأنه مضخة. يعني نظر الإنسان على أنه أشبه شيء بالآلة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق. كل يوم أن يوجد لديك بعد ما له علاقة بالبعد المادي، تبدأ نهارك وتنهي هذا النهار وتمسي، وأهم شيء عندك غير قضية البعد المادي، كم تأكل؟ دقائق في ساعة، دقائق. كم تشرب؟ يعني هنالك بعد آخر غير البعد المادي. واستدل المسيري بهذا على وجود الله عز وجل. لو كان بعد الحياة هذه كلها بعد مادي محض، لكن مجرد التفكير في المسألة، أن تتفكر في المادة، هذا فكر غير مادي. مجرد تفكر في المسألة، هنالك قضايا اجتماعية ونفسية، قضايا إيمانية، قضايا روحية. يعني تتفكر في قضية الذكر الموجود في الكون، الذكر الموجود في الكون، وإن من شيء لا يسبح بحمده، والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فما بالك لا تقول سبحان الله، قولوا سبحان الله. إذا تعود العقول والها حيرة، ولا تزال لطائف نعمه على العالمين أبدا تترى. النعم واحدة وراء الثانية، النعم، نحن في نعم عظيمة
ومن نعم الله عز وجل على أهل هذا البلد أن جعلهم من يستطيع بإذن الله عز وجل أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك، إلا من حرم نفسه أو حرم بسبب الجدار والحواجز وكذلك. مسألة ثانية، نتحدث عن المحروم، قد يكون جارا ومحروم، جار للمسجد ومحروم، وقد يمر من المسجد. بعض البيوت في البلد القديمة يدخلون من باب الأصباط، يمرون من داخل ساحات المسجد ويصلون إلى بيوتهم وقد لا يصلي في المسجد. رأيت في مكة رجلا على بعد يعني مسافة قصيرة جدا من المسجد الحرام، ووضع الأرجيل عندهم، وضع الأرجيل وعنده زي دكة عالية وبربيش طويل جدا، يعني بنفع في قضايا إطفاء النيران معي، وقاعد بيشرب في الأرجيل والناس تركض باتجاه الصلاة، وهو إيش؟ مسجد حرام. يقول معقول؟ طب هي عنا، فهي تتوالى عليهم اختيارا وقهرا. ومن بدائع ألطافه جل وعلا أن خلق من الماء مني الرجل بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، لأنه لو لم يكن هناك شهوة لما أكلت، لو لم يكن هناك شهوة لما نكحت. هذه واضحة، لابد من هذه الشهوة. وحتى هذه مؤقتة، الطفل هذا لا يوجد لديه مثل هذه الشهوة، صحيح؟ والرجل الضارب في السن أيضا لا يوجد لديه مثل هذه الشهوة. ثم هنالك القواعد من النساء، يعني في مرحلة معينة حتى يكون هنالك تكاثر ويكون هنالك إعمار للكون، لأن الله عز وجل خلقنا لإعمار هذا الكون، خلقنا لنذكره لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعمارة ليست فقط العمارة المادية، بل إن لم تكن لله، يعني هنالك مدن أضخم من مدننا، هنالك مدن فيها حوالي 20 مليون عمارات، يعني يقال في منهاتن في نيويورك، وزرتها مرات كثيرة جدا، حتى آخر يمكن 10-15 مرة لم أصل وسط البلد، هذا أصل واحد شو بدك تشوف، بيعرف الغريب هناك. ليش؟ لأنه ظل رقبته مرفوع ينظر إلى ناطحات السحاب، عمارات فوق 100 طابق وفوق تنظر هكذا. الغريب أهل البلد شافوها وشبعوا. طب ماذا تفعل أنت بحجرها؟ أنا لا أقلل من القدرة، وبعض يعني أظن عمارة السير ستور في شيكاغو اللي صممها مسلم، يعني بعضها من المسلمين، يعني ما نقول إنه غيرنا وإحنا، لا، مش قضية مقارنة ولا قضية مين أفضل، لا، أقول يعني في بعد مادي أنت تقدر عليه، تعلم، هنالك إمكانيات، لكن عمليا يوم القيامة انظر ماذا تفعل كطبيب، كمهندس، كحداد، كنجار، كرسام. ما الذي رسمت؟ ما الذي عملت؟ يعني الذي صمم كازينو القمار مثلا، هل هو عمل خير؟ وقد يكون عظيما من ناحية المبنى، لكن هل هو عمل خير؟ الرسام يرسم. دخلت على المتحف في فنلندا، دخلت على متحف فإذا بها القضية عري بعري بعري، وبعدين ورأيت كتاب وظننت بأن يعني في كتاب في قضايا الفن والرسومات والصور والكذا، فقلت هذا اسم واحد يبدو انه من اهل فلسطين، اسم العائله واسمه كذا، وظننت حتى يمكن يكون من المدينه الفلانيه بسبب اسم العائله، قلت استبشرت خيرا لعله غير هذول الناس. فتحت الكتاب على الفصل الذي هو فيه، فاذا بطاوله تنس
تنس الطاولة بدل الشبكة اللي بالنص اللي هم يضربوا عليها الطاب من هان هان امرأة عارية. شو استفدنا من اسم فلان اللي هم المدينة الفلانية اللي هي مدينة إن شاء الله صالحة بأهلها، ربنا يغفر لنا جميعا. عمارة، مش هذه العمارة، هذه ليست عمارة. نعم ابني، ولكن سيكون هنالك مقصد ضمن مقاصد الشريعة. لا تفسد في الأرض كما تصبح يعني قضية السياحة وسياحة تتعلق بالزنا، هذا الذي نريد في الأرض. ثم عظم أمر الأنساب وجعلها قدرا فحرم بسببها السفاح، وبالغ في تقبيح ردعا وزجرا، وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا، وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا. السفاح له صور اليوم، الذرية الحرام نسبتها في الغرب الآن ارتفعت كثيرا جدا، بدون زواج، من بنوك الحيوانات المنوية، من متبرعة ببيضات. ما حد السائل، ما حد ما أقول ليس مطلقا، هنالك أيضا من اليهود ومن المسيحيين من لا يرضى بهذا، لكن كغرب كثقافة معينة لا تتعلق بدين. لأن بعض المسلمين، قرأت عن امرأة مسلمة أيضا خاضت في بعض هذه القضايا، والرهن الظئر المستأجر، قضايا كثيرة جدا، وأنواع الأنكحة حتى، كما كان في الجاهلية هنالك أنواع أنكحة لا تحل، أيضا اليوم هنالك أنواع أنكحة لا تحل. فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا، ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام، وأنشأ منها خلقا، وجعله لكسر الموت جبرا، تنبيها على أن بحار المقادير فياضة على العالمين، نفعا وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى، وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا، وسلم تسليما كثيرا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن النكاح معين على الدين، حتى ما يظل قلبك مشغولا بقضية النكاح. ولم يرى صلى الله عليه وسلم للمتحابين أفضل من الزواج، فمن لم يستطع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فله وجاء، حصن، حصين، دفاع. هذه سنة الله عز وجل في الحياة. وعلى الآباء، من لديه أبناء ومن لديه بنات، أن ييسر الأمر، خصيصا الخطاب لأولياء أمور البنات، يسر حتى يكون هنالك عفاف في المجتمع، حتى يكون هنالك عفاف فلا يتأخر. والتعليم لا يمنع من الزواج، للعلم. يقول أنا بدي أدرس يا أخي، هذا مانعك؟ على العكس تماما. بيكون أنت الآن يعني ارتحت نفسيا فتقبل على الدرس. يعني يظن الإنسان، صحيح إنه في مسؤولية، ما لا نقول بوجود مسؤولية، الزواج لا يمنع من الدراسة، والعمل بعد الجامعة لا يمنع من الدراسة، والعمل بعد الجامعة. يعني لو اشتغلت لك شغلة بعد الظهر مساء ما يضيرك، المهم أن لا يكون هنالك ما يدفعك إلى الحرام أو يشغل بالك في قضية وظل المخ شغال، العقل شغال فيها. معين على الدين. سبحان الله. صلاة، قيام، صيام، صدقة،
تدفعك لاكتساب الحلال. يا حبذا الزوجة اليوم التي تقول لزوجها حينما يخرج إياك وأن تدخل علينا قرشاً حراما. رأيت شابين، شاب وصبية متزوجين جديد في المصرف في البنك، وأنا أنتظر دوري، متزوجين جديد وأخذوا قرض ربوي، وهذا القرض لا يزيد لديهم إلا قوة شرائية، يعني سيشترون به شيئا، يذهبون لشهر عسل وليس بعسل. وشهر العسل ما هو؟ شهر عسل ما هو؟ أول باب عمره ما كان شهر، أول باب ما يكون شهر، صح لا؟ يوم ويومين وثلاثة بل عليه، صح؟ أول باب ليس شهر. وإذا قصدك عسل بأنه كل 100% خارج عن دائرة البشرية كيف يكون عسل؟ يعني لا يكون فيه شيء من، لأنه أول يوم بعد الزواج هنالك، أنا أضرب مثال فقط لا غير، هنالك جوارب متسخة، جوارب متسخة، لا يكون كله إيش عسلا. أما أن تكون الحياة الزوجية كلها عسل فنعم، شهر عسل لا، أما تكون الحياة الزوجية كلها عسل لا. بمعنى ماذا؟ توزع ما هو مفروض يكون عندك في أول يومين ثلاثة من الحياة الزوجية على باقي الحياة الزوجية. يعني القصد ماذا؟ أنت المفروض أنه الآن هذه، لأنه في أول الزواج أنك مبسوط، صح؟ طب مين اللي قال اللي متزوج من 40 سنة و50 سنة مش مبسوط؟ بيدك وبيدها. اترك الأمور التي فيها نزاع لله، والقضايا الذوقية المحض اتركها. ماني ومالك إذا بتحلي أنت في كاس الشاي 4-5 ملاعق سكر، حر. ماني ومالك إذا أنت بتحب اللون مثلا البرتقالي على سبيل المثال للحصر. ماني ومالك إذا... نفس الشيء الأزواج، ما يكره أحدنا الآخر على قضايا ذوقية، ما لا يكره أحدنا الآخر على قضايا ذوقية محض، وليست حراما، وليست إيه حراما. إذن فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين. الشيطان يريدك لقمة سائغة، يريدك لقمة سائغة، يريد لك أن تبقى بعيدا عن الزواج معرضا للفتنة فيفتنك. ليس شرطا أن الإنسان إذا لم يتزوج يفتتن. بعض العلماء الأكابر لم يتزوج نهائيا، لم يرى في نفسه حاجة وأقبل على العلم، وأقبل على العلم. بعضكم قد لا يتصور كيف يترك بعض من ذكر في هذه الكتب من العلماء في ليلة زواجه، في ليلة زواجه نظر إلى كتبه، إلى دفاتره، إلى أوراقه، إلى محبرته، ونظر إليها، ونظر إلى العروس ليلة الزواج، نظر إليها ونظر إلى الكتب، فقال لها التحقي بأهلك، الله سهل عليك. وجزء تقول مستحيل، ها كان له ذاك نفسية غير النفسية التي موجودة بين أضلعك. الهروح حس انه بيظلمها اذا ظلت ايش، شفت وين انه القضيه؟ لو لم يكن لديه ما لدى الرجال ما اقبل على قضيه العقد القران صح لا، لكن عرف انه حينما نظر في الكتب ونظر اليها عرف انه سيظلمها. هذا موجود. إذن ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين، وجاء حصن، أنت تتحصن. ولذلك يقال رجل محصن، رجل الذي تزوج محصن. ولذلك عقوبة الزاني العزب غير عن عقوبة الزاني المحصن. أنت الأصل فيها أن عندك ما يكفيك، عندك ما تقضي به الشهوة. وسبب للتكثير الذي به مباهات سيد المرسلين لسائر النبيين، اللهم كثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لها واهد جميع خلقك.
فما أحراه بأن تتحرى أسبابه وتحفظ سننه وآدابه وتشرح مقاصده وآرابه وتفصل فصوله وأبوابه. والقدر المهم من أحكامه ينكشف في ثلاثة أبواب: الأول في الترغيب فيه وعنه، الثاني في الأداب المرعية في العقد والعاقدين، الثالث في أداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق إن كان هنالك فراق ولا بد من فراق. نعم، قلنا لذلك قلنا في الثانية ولا بد من فراق. الأول في الترغيب في النكاح والترغيب عنه. يعلم أن العلماء قد اختلفوا في فصل النكاح، فبالغ بعضهم حتى زعم أنه أفضل من التخلي لعبادة الله، درجة لأنه إذا أخذت على أن هذه المسألة فيها تحصين وأنها معينة على الدين وأنه باب من أبواب الأجر، اللقمة تضعها في فم أهلك لك بها إيش؟ أجر. خير درهم أنفقته على أهلك، يصبح المسي تكسب حسنات. يعني في بعض الحالات اجتماعيا يجب أن تخرج من البيت حتى تلتقي بأناس وتكتسب الأجر، وهو موجود عندك في الدار. أدخل السرور على قلوبهم، لا تكن ممن عندنا في الأمثلة في المثل يقال تعبط شرا وخرج. تعبط تعرفه ولا تعرفه؟ يعني تعبط خنجره سكينه سيفه وخرج يريد شرا. احنا لا بدنا يتعبط شرا وخرج، ولا نريد تعبط شرا ودخل ويكون سمحا لينا بين ايدي الناس يدخل السرور على كافة اهل الكرة الارضية، لكن حينما يعود البيت يقطب الحاجبين ويصير مثل الحكم العسكري، يصير زي منع التجول. ادخل السرور على اهل بيتك، ادخل السرور على اهل بيتك ووسع عليهم واحفظهم. واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله. مهما لم تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال. يعني إذا نقول انقطع للعبادة فترة من الفترات، اعتكف فترة وظلت نفسه إيش؟ شغال مخه بالقضية هاي. يا أخي تزوج وريح حالك، بعت من على الحالة النفسية. إذن مهما لم تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو إلى الوقاع. وقال آخرون الأفضل تركه في زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل. طبعا الكلام عن إمام الغزالي، عن زمانه هو معناه. إذ لم تكن الأكساب محظورة وأخلاق النساء مذمومة. ما يقول إنسان، يعني أول باب لا تبحث عن الكمال في البشر فإنك لن تجد. بعض الشباب بعض الصبايا الذين ترونهم في أو على الشاشات هؤلاء غير حقيقيين. أنا لا أقول وليسوا بشرا، لكن هنالك من التجميل وإلكترونيا ممكن إيش سيعملوا فوتوشوب هذا الذي تراه ليس حقيقيا. والصورة ليس يعني سبحان الله، هنالك طبقة سميكة من الميك اب للرجال وللنساء، للرجال وطبعا الرجال ايضا. حياكم الله، تفضل. سلامتك، تفضل تفضل يا سيدي. سلامك. إذن لا تبحث عن الكمال في قضية الزواج، لا تبحث عن الكمال في قضية الزواج. شخصيات الممثلين غير حقيقية، وأحداث المسلسلات غير حقيقية،
والحب في المسلسلات غير حقيقي، والرومانسية إذا جاز التعبير في المسلسلات غير حقيقي. الحياة الزوجية فيها تعب من أول يوم لآخر يوم، ألم يذكرها هنا بفراق أو بعدم فراق؟ حتى آخر يوم وفي تعب، لا يوجد إجازات. الإجازة أن تكون في الحياة الأسرية، الإجازة أن تكون مرتاحا بأنك تقدم شيئا كل يوم، أن تقدم شيئا كل يوم. انظروا إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله، رسول تنزل عليه الوحي ويجب أن يبلغ، وبلغ صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وكان يقضي بين الناس، وكان يعلم الناس الخير. وقرأت أكثر من رقم عن الغزوات التي خرج بها، إحدى هذه الأرقام أنه خرج في 29 غزوة أو في 29 ومع ذلك ما كان يقول لأهل بيته من أمهات المؤمنين أنا تعيب، أنا زلمة تعيب، بتعب، ما إلي في البيت شيء، لا أفعل شيئا في البيت. كان يرثي ثوبه ويخصف نعله. كان يحلب شاته. كان يصنع شيئا يخزن شيئا، يعني بلغة البسيطة اليوم مرتب، ما يرمي الأشياء حوالين، وغرف بسيطة. ما هي غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يريد أن يسجد أثناء القيام يعني بلطف يعني يدفع رجل السيدة عائشة رضي الله عنها حتى يستطيع أن يسجد. وفي حديث اللغة في عام تعم، كان يكون في مهنة أهله، أو كما قال يعني حديث عائشة رضي الله عنها، كل شيء من شغل البيت، حتى أنه عند 3 عند 3 علماء، 3 مدارس فقهية معتبرة من 4، أن عقد النكاح لا ينص على الخدمة. الشباب ما يعجبهمش الكلام هذا، لكن انظر إلى علو همة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حينما كان يكون مع أصحابه يحتطب لهم، ولو سمح لهم لفرش ولا كف ليمشي عليها. المسلم صاحب إيش؟ همة عالية جدا داخل البيت وخارج البيت، عطاء منقطع النظير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كل الكتاب، وأنت خذ الكتاب بقوة، يعني بكل ما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع كل شيء، كن صاحب همة عالية جدا، يعني أصبح بنفسية بهمة عالية جدا، بآمال، بتخطيط للمستقبل. هكذا سر في الحياة. ولا ينكشف الحق فيه في قضية النكاح في الزواج إلا بأن نقدم أولا ما ورد من الأخبار والآثار في الترغيب فيه والترغيب عنه، ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها. قد رفع الأذان، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.